اسباب، ولكن هناك سبب ان الجهاز الفني قد طبعا يكون اخطا في بعض المباريات السهله اللي ضيعنا النقاط كده فيها. بس نفس الكلام بالنسبه للاعبين، وبالتالي هي منظومه كامله يا كريم بنقدر نتكلم فيها، او ما بنقولش تبريرات ولكنها الحقيقه، مع الاعتراف بان هناك بعض الامور الخاطئه والخاصه في النادي الاهلي سواء جهاز فني او لاعبين، مع اعتراف كابتن سيد عبد الحفيظ نفسه. ما هو ده طبيعي يا كابتن اسلام، هو الكوره لعبه جماعيه فيها عناصر كتيره، كل عنصر له نسبه، كل عنصر له نسبه. انا دايما بشوف وبحب يعني على المستوى الشخصي انا كريم سعيد بحب ان منظومه النادي الاهلي دايما 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 وهي بتعمل الكشف الحساب اخر الموسم، حتى شوف حتى لو الموسم فيه اخطاء تحكيميه كتير، ان احنا دايما نحطه في اخر الليست. ليه بقى؟ عشان احنا دايما عندنا مثلا ناشئين في النادي الاهلي لازم يعرفوا احنا عندنا شماعه، احنا بنعلم دايما الاولاد الصغيرين عندنا في النادي الاهلي ان احنا دايما الخطا، انا بشوف في طريق انا ماشي فيه الخطا خطاي، انا لازم ابقى احاسب نفسي، لازم الوم نفسي، لازم دايما دايما اعاتب نفسي، حتى لو في بعض الاخطاء. طبعا الحكام اكيد الموسم ده واحد من اسوأ من اسوأ المواسم تحكيميا، ده موضوع ما مش محتاجين ننتهي يعني مش عايزين نجادل فيه، نجادل في ايه ده في كل لا مش بتكلم عن النادي الاهلي بس، لا على مختلف يعني، لو جمعنا كل شكاوى الانديه بما فيها نادي الزمالك، ما نادي الزمالك برضه بيشتكي من الحكام يعني، كل الانديه لما يجوا يشتكوا من الحكام، ده واحد من اسوأ المواسم الكرويه في تاريخ الدوري المصري من حيث التحكيم، رغم للاسف للاسف ان في تقنيه الفار اللي هي المفروض تساعد الانديه وتساعد في المباريات انها تتلعب بدون اخطاء. بس طبيعي زي ما قلت هي الكوره لعبه يعني، مثلا الجون ده واحد يعني لما حكم انجليزي يشوف اللعبه دي ويقول لك انا مش مصدق ان حكم المباراه وحكم الفار بيراجع وراه يلغي هدف زي ده يعني، فاهم؟ ده يوريك المستوى اللي احنا فيه. طيب اخيرا قبل ما اطلع فاصل يا احمد، هل الفار مؤثر بنسبه كبيره مع ام ضد النادي الاهلي بنسبه يعني مش لا؟ الفار يعني الفار بصراحه يعني الفار محتاج فار يعني، او ساعات بحس ان هو شاهد ما شافش حاجه بصراحه يعني. انت بتتكلم انا ساعات بحس ان هو محمد شريف بس يعني بيدور على محمد شريف لما يتلغى، لما يبقى في 6 اهداف صحيحه يتم الغائها في وجود الفار للنادي الاهلي، ويبقى في 11 ضربه جزاء للنادي الاهلي صحيحه لم يتم احتسابها في هذا الموسم، يبقى الفار بصراحه يعني لا يعني اكيد محتاج تعديل برضه، محتاج تطوير اكتر من كده. وبالمناسبه وبما اننا بنتكلم عن الفار وبنتكلم عن لجنه الحكام والتحكيم المصري، عايز اقول لحضراتكم وده انا بقوله كل يوم الحقيقه يعني، ما حد بيتكلم زي ما بندي للجنه الحكام او بننتقد لجنه الحكام، بنقول او بننتقد الحكام نفسهم، بنقول برضو ان لجنة الحكام هيعملوا خلال الفترة اللي جاية دورات كثيرة جدا علشان يدخل حوالي اكتر من 30-35 حكم خلال الفترة القادمة، بياخدوا دلوقتي اوريدي او بدأوا بالفعل ان هم ياخدوا تدريبات دورات تدريبية عن الفار، منهم حكام 15-20 واحد مساعدين و15-20 واحد حكم للساحة مع 4 حكمات، وبالتالي لازم نقول الجانب ده طبعا. ولازم نقول ان بالفعل ان هناك، وبالمناسبه ده اعتراف بالخطا طبعا. ان انا اعمل دورات تدريبيه وادخل حكام جديده ده اعتراف بالخطا، وده ما يعيبش حد طبعا. ده شيء طبيعي جدا ان انا شايف ان انا عندي اخطاء، ولكن كانت الاخطاء زي ما كريم قال ان هي بنعتبر ان الموسم ده واحد من اسوء المواسم في نقطتين بالنسبه للاخطاء التحكيميه مش بالنسبه للاخطاء اللي بتحصل. في نقطتين كمان محتاجين يتطوروا من وجهه نظري، عشان التحكيم يبقى 10/10 لازم تجيب لهم تصوير، لازم جودة التصوير في المباريات تكون أعلى من كده. كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح وقلنا ان احنا هنتكلم فيها، نفتحه ان شاء الله كقضية مهمة جدا، لانه التصوير عشان لما نيجي نحاسب الحكام نقول لهم، لان كل حاجة يقولك ما فيش تصوير كويس، مش شايف الزاوية، فبالتالي احنا هنمشي مع الحكم. احنا بنشوف مباريات الدوري السعودي والدوري الاماراتي تصويرهم عامل ازاي مزبوط. يعني احنا نحاول حتى نكون قريبين من التصوير، احنا مش اقل من الدوري السعودي ومن الدوري والله الاماراتي. احنا عندنا مخرجين عظماء في التلفزيون المصري، وعندنا كاميرات مش عايز اقول لك على اعلى مستوى ومن افضل الكاميرات الموجوده في العالم العربي، لكن ايه المشكله الحقيقه انا مش فاهمها ومش عارفها. عشان كده انا نفسي نستعين بخبراء في هذا الامر خلال الفتره القادمه، بما انكم فتحتم هذا الموضوع امبارح برضو فتحناه، نحنا نعرف بس هو هل ليها حاجات معينه بروتوكول حتى يعني، احنا دايما اتعودنا نقول كلمه بروتوكول، هل في بروتوكول معين لوضع الكاميرات جوه الملعب عشان نقدر نصل الى اللي احنا بنشوفه بره؟ وصوره البث يعني احنا المشكله عندنا كمان ان احنا
بنشوف المباريات بتاعتنا في لما يجي المخرج يعمل زوم الصوره بتبكسل كانك جايب يعني موبايل قديم شويه بقى دعيب. يعني مسالنا انا نفسي افهم ما انا سالت فيها بصراحه فبعض الناس التقنيين قالوا لي لا خلي بالك ما البث نفسه له سرعه انت بتبث بسرعه كام ودي بفلوس يعني بيبث بسرعه 4 ميجا غير 10 غير 14 غير 20 فواضح ان مش كريم برضو صح. لكن احنا تخيل الحاله دي لو كانت جايه من بكاميرا هنا هي مش باينه لا بس مع كاميرا من خلفي مش محتاجه بصراحه لا لا معلش انا معاك بقى انا بقول لك يعني انت بتقول ان هي مش محتاجه هي فعلا 10 على 10 ان هي مش محتاجه ولكن تخيل كمان لو كانت كاميرا خلف المرمى لا انا بقول حضرتك الكوره فعلا اللي مش واضحه وكلنا كل الناس اجمعوا عليها عشان ما يبقاش في حجه خالص الكوره فعلا ما كانتش واضحه والناس كلها اجمعت ان التصوير فيها كان استحاله يبينها الجون بتاع محمد شريف اللي هو الكره في سيراميكا في مباراه سيراميكا دي ولا زاويه لاي كاميرا كانت مع المخرج بينتها فهنا ممكن وحاجه ممكن طبعا في حلقه تجيب تقنيين وفنيين ممكن يتكلموا على الامر ده احسن. لكن انا برضه عايز اضيف نقطه بالنسبه لجنه الحكام هم بيصلحوا ما ينفعش اشوف حكم بيحكم مباراه في الدوري المصري وزنه زايد مستحيل ما ينفعش دي هنا دي الف به رياضه يعني الف به رياضه ما ينفعش مثلا لاعب او 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 حارس يعني حتى الكابتن حلمي طولان انتقد حارس مرمى مش هو اسامي بس احنا شفنا وفي اعتقد لا يقل عن مثالين مثلا في دوري حكام اوزانهم زايده واضح جدا من التيشيرت واضح ان الوزن زايد فربما هنا الوزن الزايد يعوقك ان انت تعمل المجهود الكافي عشان تلحق تشوف اللقطه ومع الضغط بتاع المباريات وضغط المنافسه ممكن كمان انت شخصيتك ما تبقاش فيها هذا الكم من الجراءه فما تاخدش القرار السليم الطبيعي من لجنه الحكام وهي بتصلح انها اكيد لازم تعمل اختبارات كوبر لازم تتعمل لازم يعني يشيكوا دايما كانت ايام زمان لما كنا واحنا بنلعب يقول لك لما بتبقى فنيا مش قادر نعم بتعوض ده بدنيا صح يعني صح بدنيا صح يخليك حتى ايه صح لو انت مش عارف ترقص تطول الكرة وتجري وتخبط صح وترفع صح يعني صح انت فاهم صح فده برضو بيحصل مع التحكيم طبعا وبالتالي لازم يبقى دايما وزنك مثالي ان في اختبارات المفروض في اختبارات كوبر هي بتحدد وفيها في معايير بيقول لك الحكم لازم وزنه كذا مع الطول كذا اكيد هم اكيد ادرى عشان ما حدش يقول ايه اصل المحللين الكوره بيحللوا تحكيم احنا ما بنحللش تحكيم احنا بنقول الحاجات البسيطه يعني النهارده في بعض الحكام محتاجين ان هم يظبطوا يعني الوزن الخاص بيهم عشان ان شاء الله احنا طبعا بنقول الكلام ده كله ليه عشان السنه الجايه باذن الله باذن الله نشوف دوري افضل على جميع النواحي طبعا انا مش هتلحق تعمل في الثلاث ماتشات دول بالظبط هي دي اللعبه دي ولا الكاميرا فعلا بينت لنا الكوره جت في ايد قفشه ولا لا وربما طبعا يكون من الشكل ده ان الكوره ما جاتش بس عشان نجزم بس عايز اقول لك حاجه يعني هنبقى نسال قفشه في الموضوع ده نفسه هو الوحيد اللي هيقول لنا بجد فعلا هو صحيح الوحيد اللي هيقول لنا اذا كانت جت في ايده وعلى فكره هو صادق نعم يعني لو جت في ايده هيقول جت في ايدي لو ما جتش في ايده هيقول ان هي ما جتش في ايده وبالتالي اتمنى ان يكون هناك شكل للتصوير افضل مع انه زي ما بقول دايما احنا عندنا مجموعه رائعه الحقيقه من المخرجين العظام اللي موجودين في كل مكان التقنيين العظام اللي موجودين في كل في التلفزيون المصري وفي كل القنوات الاخرى وبالتالي ما اعرفش ايه الموضوع هنحاول نعمل الحلقه دي قريب علشان نفهم ونفهم الناس صحيح ونفهم الجمهور يعني ايه اللي بيحصل في هذا الموضوع علشان ما يبقاش عنده حد عنده حجه وموضوع الخط موضوع الخط برضو بتاع الخط ساعات بيبقى مايل وساعات بيبقى عامل كده احنا عايزين الخط المظبوط عشان ما يبقاش فرقه زي النادي الاهلي ملغي لها 6 اهداف صحيحه في وجود الفار يعني احنا بنتكلم يعني ما ده دي حاجات اساسيه امال انا جايب الفار ليه ودافع ملايين ليه وصارف ليه هي المشكله برضو في نقص امكانيات اكيد التصوير ده هم في الدوري السعودي والدوري الاماراتي عندهم الامكانيات اعلى مننا اكيد فاحنا المفروض نحاول ان احنا نجيب الاجهزه اللي عنده عشان يبقى عندنا جوده التصوير دي الحاجه الثانيه لو الجهاز بتاع اللي بيرسم الخط ده ما ينفعش الحكم بتاع الفار هو اللي يرسمه لان بيبقى برضو فيها دايما ابعد نفسي عن اي يعني ايه اي حاجه فيها من الاخر شبهه يعني خليني دايما ماشي في الصح بالظبط بتحاول تعمل الصح لحين ما حدش حصل للكمال يعني وبالتالي نتمنى طبعا كل التوفيق للحكام المصريين لان بكره والاربع اسابيع القادمه ابتداء من بكره اعتقد ليها وضع خاص عند كل الجمهور في مصر.